السلام عليكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات عايدة ريدز. النهاردة إن شاء الله هنكلمكم عن كتاب مهم جدا من أعمال بنت الشاطئ، وهو صور من حياتهن. يلا بينا نبدأ الفيديو. ليه الكتاب ده مهم؟ أولا لأن بنت الشاطئ هي اللي كتباه طبعا. اتنين، لأن هو بيصور حياة المرأة زي ما هي قالت من جيل الطليعة من الحريم إلى الجامعة. ثالثا، لأن هو كمان مكتوب عشان يفكرنا دايما من الماضي إلى الحاضر إن اللي احنا عليه دلوقتي وبنتكلم عليه من مشاكل تخص التعليم وما يحيط بالتعليم، هو نقدر نقول ان هو تطور حصل من الماضي او من القرن الفات الى القرن الحالي، وان الامر ده ما جاش بالسهل. في هذا الكتاب بنت الشاطئ تحدثنا عن مجموعه من البنات او الزميلات اللي هي عشرتهم في اثناء وجودها في مدرسه المعلمات، وكل واحده كانت فيهم قصص، بس هي دايما بتقول ان القصص دي للاسف كانت قصص ما بين الكآبه، ما بين الحزن، ما بين اليأس، ما بين الفقد وهكذا، وان قد ايه العمليه التعليميه في هذا الوقت كانت بتفرض عليهم الكثير والكثير والكثير من الحرمان ومن التضحيات. مثلا هنلاقي هنا في الآخر في الغلاف الأخير بتقول: وقد نشرتها هذه المقالات دار الهلال بالقاهرة في مجلاتها الشهرية، ومقدمة في طبعتها الجديدة إلى تاريخنا الحديث، وثيقة سجلتها شاهدة العصر، على رجاء أن يكون منها لبنات اليوم درس وعبرة، وأن تجدي عليها بما تبصرهن من مضان الآثار، وتجنبهن من مخاطر الطريق ومضالق الدروب وتمويه السراب، وعلى الله قصد السبيل. اما عن دليل بيان الصور، فنلاقي العديد من القصص. يقع الكتاب حوالي 280 صفحه. ابرز هذه القصص جميعا هنلاقي العناوين: اهي متنكره، مخدوعه، متصبيه، مغتصبه، عابثه، مقهوره، مغبوله، محتاله، راهبه، مشرده، ضائعه، خائفه، بائسه، مسكينه، وهكذا. فهنلاقي دايما في كل قصه عبره وعظه وتتبع ما بين السنه الناس، وتتبع ما بينها هي شخصيه من زمن الى زمن، يعني تقابلها النهارده وتشوف بعد كام سنه حصل ايه. فابرز القصص الصراحه اللي شدتني كانت هي القصه الاولى، اللي هي كانت ضريبه الحياه. وضريبة الحياة هي ذكرى أول زميلة صديقة عرفتها في المدينة، ووقفت أرقبها في ذعر وهي تدفع ضريبة الحياة حتى إذا لم يبقى لديها ما تدفع، نامت وتركتني من بعدها مسهدة لا أني. تتكلم فيها عن زميلة ليها فعلا، الزميلة ديت لأن المعلمات في الوقت ده ما كانش بيبقى متاح ليهم إن هم يتزوجوا ما بعد إن هم ينهوا دراستهم، فقدمهم خيارين: إما إن هم يعني يصبحوا معلمات وبالتالي لا يتزوجن، وإما إن هم يدفعوا للحكومة المصرية مئات من الجنيهات على التعليم اللي هي صرفته عليهم ويقدروا هم يتجوزوا. فطبعا المعظم كان بياخد هذا الخيار الاول، لان ما كانش متاح للناس انها تدفع مئات الجنيهات وان هم يحصلوا على الوظيفه اللي هي تبقى فيها راتب شهري. وكان في الوقت ده طبعا المعلمه دي حاجه كبيره جدا 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 كوظيفه، يعني بقيمتها، وكمان كحد موظف في الحكومه، فكانت حاجه عظيمه في القرن اللي فات في اوائل. فبتحكي ان هي اتاخرت في الزواج زي ما هي بتقول، يعني بالنسبه للسن اللي كان متعرف عليها وقتها، وان هي في الوقت اللي هي خلاص يعني بتبدا تحس ان هي مش هتقدر تحقق امومتها، ولا هتقدر انها تلتقي حد تشعر معاه بأمان أو هكذا. بيظهر ابن عمها، ابن عمها في الوقت ده اللي هو بعد كده بتحس انها لا خلاص هتحبه، ان هي بلغت من السن اللي ممكن تعوض معاه حاجة بعد الأربعينات، ولكن تكتشف بالصدفة والأقدار تخليها تكتشف ان ابن عمها ده أخوها في الرضاعة، وطبعا بتنتهي الأمور بمأساة. كنا بنظن ان هذه القصص هي في الأفلام فقط، ولكن طلعت في الحقيقة كذلك، وان هي قد ايه الأمر ده يعني أثر فيها لدرجة ان هي طبعا يعني ماتت فيما بعد. فدي كانت القصة الأولى باللغة العذبة الخاصة بي يعني عائشة عبد الرحمن. هنلاقي ان الامر لا، انه زينب هنا والوصف اللي هي قالته كمان عائشة عبد الرحمن كان أدي يلمس القلب. زي ما قلنا مثلا هنلاقي في اسماء القصص، هنلاقي دائما العامل المشترك بينهم هو التعب والمشقه والحرمان والياس وهكذا، والموت احيانا. هنلاقي كمان ان السنه الناس ما رحمتش في احيان كثيره، هنلاقي ان في ناس استغلت حاجه الناس، هنلاقي الاب اللي ترك اهل بيته ومشي، فاضطرت البنت هنا انها تلتحق بسلك المعلمات من اجل انه يعني تبدا تلاقي وظيفه وتلاقي امان ليها اخر، وهكذا. هنلاقي الزوجه اللي هي
يعني قابلت الزوج في وقت كما يعني كما هي بتوصفه متأخر، وبالتالي هنلاقي هي قصص كلها بتعبر عن نفس الإنسانية، والمشترك ما بينهم هم إن هن كانوا معلمات متعلمات. فقد إيه جيل الطليعة ده عانى كما ترى عائشة عبد الرحمن، إنها عانى هذا الجيل في إن هو يعلم آخرين وهو نفسه من جواه عنده حسرة كبيرة وألم كبير وحرمان كبير، حتى وإن أعطي حقه في التعليم فيعني قدامها هو سلب حقوق أخرى كثيرة. هنلاقي مثلا وصف لعائشة عبد الرحمن من ضمن الوصف الجميل في إحدى القصص: وننسى أن عجلة الزمن تدور فتطحن الأحياء جميعا، وأن الكون لا يؤثرنا باهتمام خاص، وأن أحداث القدر قسمة بين البشر لا يفلت منها مخلوق ولو كان من الصفوة المرسلين عليهم السلام. هنلاقي كمان يعني صور أخرى زي وهي بتقول إن هي كل يوم وهي تشهد كل يوم وتقرأ وتسمع على مآسي الصراع المادي بين البشر، فيروحها أن يقتل الابن أباه تعجلا لميراث ضئيل، وأن يبيع الصديق صديقه والزوج زوجته بثمن بخس دراهم معدودات، وأن تكون الحياة سوقا تضج بالمساومة الرخيصة وتقصد فيها بضاعة العاطفة والنبل والشرف والبر والوفاء. وأخيرا المقتطف اللي نحب نختم بيه وهو: لكن الناس لم يستطيعوا أن يروها طيبة النفس بما تبذل، وكان الذنب ذنبها، فلو أنها استثقلت العبء وأظهرت عجزها عن احتماله ودارت في الدنيا شاكية نائحة لوجدت في المناحة ألف نادب ونادبة وألف راث وراثية. والجدير بالذكر ان مش بس عائشة عبد الرحمن كانت بتكتب بمداد يعني من لغة عربية عظيمة وسليمة جدا، الا انها كمان كانت بتستشهد في الكثير من المواضع بآيات القرآن الكريم لوصف الحدث اكثر، يعني بألفاظ تكون مركزة اكثر. وكمان ان عائشة عبد الرحمن كانت نقدر نقول انها بتراجع نفسها في احكامها على الزملاء احيانا، وفي نظرتها على الاخريات، في ان هي كانت لو يعني كان الالسن تلوك السير، فهي لو كانت اشتركت في شيء من ده كانت بتراجع نفسها وتستغفر ربنا على هذا الامر. فنلاقي ان في مجمل هنا كتاب يعني يصلح ان انت تقراه لتعرف على الحياه الاجتماعيه في مصر، حياه المعلمات كمان لمزيد من اللغه العربيه الفصيحه، ومزيد من وجودك في رحاب الله ان انت تتأمل في الاقدار وتتأمل في الحياة. فنلاقي ان هو كتاب عظيم جدا جدا جدا، ليس بصور يعني تعدي كده قدامنا وخلاص، لا خالص، هي فعلا 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 خلاصة الجزء من تاريخنا الاجتماعي، وتاريخنا الاجتماعي متمثل في المعلمات المصريات. والنهاردة كنا معاكم في حلقة كتاب الأسبوع للأعمال الكاملة بنت الشاطئ الجزء الأول، صور من حياتهن في جيل الطليعة من الحريم إلى الجامعة، وصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 91، وكان يعني سعر هذا الجزء في وقتها 5 جنيه وربع. نشوفكم إن شاء الله في حلقات تانية جاية كتير. سلام.